بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله علما ينتفع به. تعالي نختم الأبة المدورة بغرزة البيكو. تعالوا نتعلم غرزة البيكو نطبقها هون، كلياتنا بنعرفها غرزة البيكو، بس تعالوا نطبقها نحن على الأبة المدورة. نتعلم شغلة جديدة وبنفس الوقت بنجرب، مو بنتعلم، لأنه ما شاء الله كلكم بتعرفوا شغلات حلوة. حبيت انه انا شارككم فيها، بدي ساوي لأبي الأبي المدورة تبعيتها، بدل ما تكون كشكش، بدل ما تصير يعني. المهم نختمها بغرزة البيكو. هاي غرزة البيكو صبايا، رح انا وياكم منساويها سوا. بداية الغرزة، انتي اول ما بدك تبلشي بدك تختمي، اول ما بدك تبلشي تاخدي غرزتين ختمة عادية. بداية الدور، يعني الدور بلشتي من هون، بلشتي الدور من هون أوله، ختمي تنتين ختمة عادية. أنا رح أبلش معاكي، هاي وحدة وهي التانية، تنتين ختمة غرزتين عادي. ناخد هاي الغرزة، لاحظي شلون بدنا ناخد هاي الغرزة هيك، رجعيها على إبرة اليسار، دخلي الخيط هون، دخلي إيدك هون، شايفة هون بين الغرز هون، دخليها. يلا اشتغلي وحدة، تمام، خديها من هون، رجعي خدي فوتي بيناتهم ورجعي خدي غرزة. هاي شو صار معانا؟ صار معانا ثلاث غرز، تمام، هاي ثلاث غرز. هلأ هاي غرزة ثنتين ثلاثة، خدي أول وحدة اشتغليها والثانية نشتغلها، بنقلب الأولى على الثانية وبنرجع نشتغل الثالثة، بنقلب عليها الثانية، تمام. شكلت معانا هلأ هذا المنظر. ومشو بنعمل هلأ؟ بنقول هاي وحدة وهي الثانية مثل ما ابتدينا، مثل أول بدايتنا. إذا هلأ هاي الختمة بغرزة البيكو. رجعنا هاي الغرزة، شوفي شلون هاي الإبرة، تاخديها هيك، بندخل الإبرة بينات الغرز بيناتهم هون، نشتغل وحدة، اسحبيها، شوفي شلون بدك تسحبي هاي الغرزة هيك، تمام. يلا حطيها على الإبرة اليسار، رجعي دخلي الإبرة بيناتهم، بيناتهم صبايا، ها هاي بيناتهم. يلا رجعي اشتغلي، هلا صار معاكي ثلاث غرز، ثلاث غرز. اشتغلي أول غرزة شغل عادي، واشتغلي الثانية اللي بالأولى على الثانية، وبترجعي تشتغلي الثالثة، ها هاي الثالثة، وقلبي الثانية على الثالثة، تمام خلصنا. ترجعي هلا بتساوي تنتين ختمة عادية، واحدة وهي تنتين. إذا تنتين بنختمهم وبنرجع الغرزة، هاي الغرزة اللي أخذناها بنرجع نشكل فيها بيكو جديد، مندخل هاي وحدة نقلبها. لاحظي ما تاخدي الغرزة من هون، لا قلبي الغرزة مشان نشكل معاكي غرزة ملفوفة، تمام. هاي وحدة وهي الثانية، ها مندخل بيناتهم، نرجع منعيد. هاي دخلنا الغرزة هون، ناخد الغرزة من هون نقلبها، نرجع مندخل الخيط بيناتهم، هاي دخلنا الخيط بيناتهم، اقلبيها وحطيها على الإبرة، ترجعي بتشتغلي شغل عادي، هاي وحدة وهي تنتين، ها اقلبي خيط عليها وبترجعي بتشتغلي التالتة وبتقلبي التانية على التالتة، تمام. يلا هلا اللي بعدها، هاي وحدة وهي التانية. بداية الشغل دايما بتختمي تنتين عادي، ختمة عادية. يلا نرجع ناخدها للغرزة هيك، مندخل بينات الغرز، نسحبها منلفها، تمام، لفيناها مشان ما بدناها تفلت. يلا وهي كمان وكمان منلفها، صار معانا ثلاث غرز. يلا هاي وحدة وهي تنتين، ها بنرجع بنختم هاي وبنختم هاي.
عظيم. هلا ناخذ تنتين من اصل الدور، هاي واحدة وهي الثانية، تمام. اي وهكذا بنضل عم نكرر، نرجع هاي عم بعيدها مشان مبتدئات. واحدة، لاحظي هاي الغرزة بدك تاخديها من هون، تمام. ارجعي دخلي بينات الغرز، يستفلت معك بس انتي لا تشدي ايديك، خليها شوي مشان مجال يتحرك والغرز، تمام. يلا هاي هلا هيك، هلا اشتغلي شغل عادي. هاي وحدة وهي تنتين، ما بدنا شدة ايد، بدنا تعطي رخاوة. هاي وحدة وهلا هاي الثانية، هاي الثانية، شايفين. هلا نرجع نختم تنتين، هاي وحدة وهي الثانية، شايفين صبايا؟ شوفوا شلون، شوفوا شلون الختمة بتطلع فيها، ختمة بتطلع رائعة جدا. رح أخلص الدور وبرجع بشرح لكم على القبة. خلصنا أخواتي، وآخرتها كان معانا تنتين، ختمناهم ختمة عادية، خلص ما بقى بدنا نكفي، خلصنا. هلأ شوفي شلون القبة طلعت، لاحظي شلون القبة طلعت كتير حلوة، وتغيير شكل عن القبات اللي كنا نشتغلهم للبنات. ها هاي القبة، شوفي شلون عاطية منظر حلو، وعاطية وآخذة الميلة الحلوة. شو السر بهالسبب يا صبايا؟ شو السر؟ أول شيء أنتي حردتي حردة القبة المدورة عادي، حردناها عادي عادي. بعدين شو إجينا؟ لقطنا الغرز، أنا لقطت الغرز على إبرة نمرة 5، لقطن داير ما دور هيك لهون لحد هون على إبرة نمرة 5، طلع معاي عدد الغرز 65. شلون كانت تقسيماتهم؟ من هون كان في 19، ومن هون كان في 19، ومن الخلف كان في معاي 28. إذا 19 ب 19 ب 28. اشتغلت دورين ليكون، دورين مريني، اشتغلت دورين مريني. الدور الثالث صبايا اشتغلت دور مقلوب. قام شو صار؟ عطاكي منظر الجورسي. اشتغلت بدل ما اشتغله عدل عدل، اشتغلته دور مقلوب عادي. لاحظي دور مقلوب عادي شو بيساوي؟ هاد بيخلي انه القبة تقلب. اذا اشتغلت دورين مرنه يعني 4 ادوار عدل عدل، بعدين دور واحد مقلوب. يلا رجعت اشتغلت 1 2 3 يعني 6 ادوار عدل عدل. هالدور المفرد الوحيد هذا اللي اليوم بتشوفيه ببين معاكي، هو اللي بيخلي القبة تقلب بهالشكل، وبتقلب بشكل لطيف وما بتعود بتضلها واقفة. إذا واشتغلتها بعدين، على فكرة من بعد ما اشتغلت هذا الدور المفرد، هاد اشتغلت الدور قلبت على نمرة 5.5. أنا كنت مبلشي على 5، قلبت على 5.5 صبايا، قلبت على 5.5. اشتغلت دور 2، الدور الثالث يعني الدور السادس بالعدل. شو عملت؟ كل 7 غرز زدت غرزة، كل 7 غرز زدت غرزة. قامت شو شكلت؟ شكلت معاي هالوساعة بحيث انه بتاخد بتفرد من غير ما انه تضب او اضطر انه انا خيطها. يعني هلا هيك البنت بتحسن تلبسها وبتضل مقولبة ما بتضايق. هاي هي فكرتها، وهي غرزة الختمة بغرزة البيكو. بتمنى تكون عجبتكم، لأنه أنا والله حبيتها يعني، وحبيت أني أنا شارككم فيها. ومثل ما قلت لكم هذا هو الكم، حبيت دخل معه أنا شوي تغيير شكل حتى ما يضل لونه أصفر بس هيك سادة. حبيت دخل معه أديز فلاور من هذا، شوي بيعطيه شوية حركة. بتأمل إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، وأهلا وسهلا فيكم.